افتتح محافظ الفيوم عصام سعد معرض بيع الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين لمواجهة ارتفاعات الأسعار. وشدد المحافظ على ضرورة أن تكون أسعار البيع في المعارض بسعر الجملة، إضافة إلى عمل تخفيضات أقل من سعر الجملة لكافة السلع التي سيتم عرضها في هذه المعارض، لافتا إلى أنه سيتم إقامة هذه المعارض بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ورؤساء المراكز.